هل نحن بالفعل نجزم بأن الصحابة والتابعين وأتباعهم أعلم بالتفسير ومعانيه منا أو لا؟ هذه قضية مهمة، لأنه كيف نعرف هذا الجزم؟ أننا نعتمده مصدرا ونرجع إليه ونتوقع في أقوالهم ونتأمل فيها، وأن لا نرد شيء إلا ببينة، أن لا نرد شيء إلا ببينة. لكن الواقع أن بعضا من المسلمين اليوم حينما يأتي إلى تفسير الصحابة والتابعين وتباعهم كانوا يعتبر تفسير سطحي قشري، ليس تفسيرا عميقا، ولا ينظر فيه أنه تفسير فيه قضايا مهمة وفيه ابتكارات وفيه إلى آخره. وهذا بالحقيقة خلل في المنهج. وولي قبل قلنا أنه يجب أن نتربى على تعلم أقوال الصحابة والتابعين وتباعهم في جميع العلوم. فإذا جاء هذا الشخص إلى مثل هذه إلى تفسير السلف بهذه الصورة، فقطعا ماذا سيحصل؟ لن يستفيد منها الفائدة المرجوة. أي مسلم يدخل إلى علم من العلوم، وإحنا ما دام عندنا في التفسير نضرب مثال إلى التفسير، وفي نفسه أن ما قاله الصحابة والتابعون وتباعهم إنما هو مجرد أقوال سطحية ليس فيها عمق، فهذه بداية الخلل والخطأ في التفسير. وأنت لو تأملت بعض من عالج بعض قضايا التفسير ونقل أقوال السلف تبين لك خطأ فهمه لكلامهم، وسبب خطأ فهمه لكلامهم أنه ناقص العلم في الوصول إلى كلام هؤلاء، فتجده يعترض عليهم فيما هو في عمق العلم، وما يدل على أن الذي فسر يعلم علما عميقا ليس كعلمه هو السطحي. هي قضية مقلوبة معكوسة. ولهذا أنا أقول إنه يحسن بنا دائما إذا جاءتنا الأقوال المسندة إلى الصحابة والتابعين واتباعهم أن لا نستعجل في ردها، وأن نتفقه فيها وننظر ماذا قالوا وما هو وجه قولهم، يعني لماذا قالوه. فإن تبين لنا بيانا بالفعل لا يقبل الشك والله في خلل، ونقول هذا خطأ، القول هذا خطأ، القول هذا في كذا. وقد اعترض العلماء، يعني حتى الطبري رحمه الله تعالى على جلالته تجد له اعتراضات على تفسير ابن عباس، وأحيانا على تفسير ابن مسعود، وأحيانا على تفسير مجاهد، وأحيانا على تفسير الحسن، وأحيانا على تفسير عكرمة، وأحيانا على تفسير زيد بن أسلم، وأحيانا على تفسير ابنه. له اعتراضات، هذه اعتراضات علمية مبنية على علم. فإذا وجد عندنا هذا الأسلوب العلمي فبالعكس هذا هو المقبول وهذا هو الجيد، وليس كما قلت لكم أننا نطلب أن يجمد الإنسان على تفسير السلف، وهذا لا يمكن أن يقال به. إذن هذه قضية مهمة أن تستقر أنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث بعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.